ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة الجمبري الباترفلاي، هيعجبكم جدا في الشكل كمان وكمان في الطعم. هنعمله تتبيلة كده طعمها لذيذ، وكمان مش هنقليه في زيت غزير، يعني هيبقى صحي للدايت جامد جدا يعني، وطعم خطير هيعجبكم بجد وهيعجب الولاد، وينفع كمان في الحفلات وممكن يكون في العزومات في الشكل جميل جدا، ولا كأننا كمان في المطاعم. طعمه خطير جدا، أحلى من بتاع المطاعم، وطالع جميل وطري ولذيذ، هيعجبكم جدا. عندي هنا جمبري جامبو، بفتحه من الظهر كده بالشكل ده، ممكن استخدم معايا سكينة او استخدم مقص اللي احنا نقدر نعمله، بس انا بفتحه الاول وببوز السكينة كده عشان يبقى سهل الاول زي ما انتوا شايفين، وبطلع طبعا الكيس الرمل اللي هو بيبقى في الجمبري ده، مهم جدا ان احنا لازم نطلعه. انا عملت كام واحدة كده علشان برضو تتعلموا ازاي يطلع منه الكيس الرمل وازاي نفتحه. بعد كده بقى بجهز عندي التتبيلة بتاعته، عبارة عن ثوم، معلقة كبيرة من الثوم المهروس، وكمان معلقة كبيرة من المستردة، وملح وفلفل وكمون، وكمان حطيت شوية زيت زيتون. هقلبهم كويس، هبتدي بقى افتح الجمبري كده بالشكل ده، وبحط في كل واحدة حبة كده صغيرين وبعتبلهم كده بالشكل ده، ولازم يكون مفتوح الجمبري كده، يكون مفتوح من الظهر بالشكل ده. هجهز عندي بقى طاسة على البوتاجاز، احط معلقة واحدة بس من الزيت، مش هحتاج بقى زيت كتير وقلي، وعشان كده بقول لكم جميل جدا في الدايت، هيعجبكم جدا، مش شارب زيت خالص. وبقلبه يدوبك هنا دقيقتين، وعلى الوش التاني دقيقتين، ما نزودش عليه السوا قوي علشان ما يشدش مننا، كل ما يكون سوا ما يقعدش جامد، هو مش بيحتاج على فكرة وقت كتير، دقيقتين على الوش ودقيقتين على الظهر، وعندنا كده اجمل طبق جمبري ممكن تقدموه لولادكم، ممكن تقدموه في العزومات، هيعجبكم جدا. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش لايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وياريت كمان تشرفوني على الجروب لمتابعة اي حاجة جديدة انا بنزلها، وتتابعوني على الريلز.